هل يجوز أن نسأل بكيف الله ينزل إلى الأرض كثلث الليل وعرفة مثلا؟ ماشي، الإنسان يريد أن يسأل كيف، طيب هل ستحصل على جواب؟ يعني الإنسان دائما عندما يسأل سؤالا يريد إيش؟ يريد جوابا. أنا لما أسأل أقول كيف ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، طيب عندما أسأل هل سأجد الجواب؟ من سأسأل؟ من سأسأل؟ هل الذي أسأله عنده العلم؟ من سأسأل؟ من الذي يعلم؟ هذا غيب. من البشر يمكن أن يعرف كيف ينزل الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أبدا. ولذا قال أهل العلم كيفية الشيء لا تعرف إلا بثلاثة أشياء، يعني بواحد من ثلاثة، إما برؤيته، وإما برؤية شبيهه أو مثيله، وإما بخبر الصادق عنه. ونحن لا رأينا الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا سبحانه ولم يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية، إذن نسكت. وسكت الصحابة رضي الله عنه، ولكنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ينزل ربنا فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له، أنهم يحرصون يقومون في هذا الوقت ويدعون ويسألون الله تبارك ويستغفرون الله جل وعلا، هذه الفائدة. أما كيف ماذا تستفيد بعد ذلك؟ أولا لن تجد إجابة، لأنه لا يمكن لأحد أن يجيبك، وإن أجابك أحد فهو كذاب، دع منها، أعطيك أنا خالص كذاب. ولذلك قال أهل العلم يعني عن من أراد أن يعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى يقول كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، لأنه لا يمكن الإنسان يعرف الكيفية أبدا، لأنها دعوة باطلة. من يقول أنا أعرف دعوة باطلة، إذا كان الله جل وعلا يقول عن مخلوق من مخلوقاته، لما سأله موسى عليه السلام عن أعلى أهل الجنة منزلة فقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين أردت، أولئك ختمت كرامتهم بيدي، أولئك ختمت كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. طيب الآن إنسان يقول طيب أنا بفكر يمكن يجي ببالي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو الله جل وعلا يقول لا يخطر على قلب بشر، واحد يقول لا أنا يمكن يجي ببالي أفكر فيها، هل سيخطر في باله؟ لن يخطر، وهذا مخلوق، الجنة مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف الأمر بالنسبة للخالق؟ فلا يتعب الإنسان نفسه في مثل هذه الأمور، وإنما يقول آمنا طالما أنه ثبت في الكتاب ثبت في السنة، يؤمن ويسلم ويسكت. نعم.